يا ولدي جاي انك بخصوص الجمعيه، اشوف الجمعيه هذه فيها تلاعب. انا غشوه لاعب؟ انا ابو عياش. لازم الجمعيات، هذه الجمعيه لازم يكون فيها مصداقيه. كيف ما فيها مصداقيه؟ تراني اصور لكم القرعه وارسل لكم الفيديو في الجروب. فباك تركز على شكله، هذا تقبضه فلوس. ابو عياش اخطر مخلوق على وجه الارض. ولدي ما صارت هذه اللعبه، هذه عاد سنتين واحنا وراك، انت نركض، مره تبدي ابوك مره تبدي اخوك. ثمان السم حال ابوه حيانه. ها أه؟ جلس الحس بصرارك انت تو ما يستوي. اها ترى قرعه 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 انت وذي الجمعيه. ام خميس احس ضاحك علينا، مفروض القرعه يسويها قدامنا. لا 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 لا, لا ما يصير، هذا نظام الجمعيه، نحن دائما نسوي السحب بعيد عن انظار الناس، نسحب في الظلمه وفي الخفاء لان ما نريد مشاكل تصير حساسيات. ما زال جمعيتكم فيها تلاعب؟ هذا الشهر حالا اخبرك نوبه. العام خميس طول بالك، انا خلاص مسوين هالقرعه، خلاص طاحت حال حماده. انا ما اعرف حماده ما حماده، اعرف حقي اذا شهاده ما تقتل. ان شاء الله العام خميس، ان شاء الله نحاول نشوف طريقه ان شاء الله. يا رب فضيحه، مو رد علي حماده، باقي يشتري ايفون 14. تعرف موسى امس دخلت محل عسل، اشتري عسل لاني شو عندي صدر وسكام وكذا، دخلت اشتري عسل، لكن لما دخلت قلت السلام عليكم، كل اللي في المحل قالوا يشوفوني انا، قال انت العسل. معقوله موسى انا العسل؟ تفاجات يعني صراحه بمانه تفاجات. في نظرك الاخ موسى هل انا عسل؟ مع انهم قالوا لي انت ريحتك مسك عنبر عود. يا ابو راشد انا جاي العياده. انصدمت على فكره، انصدمت موسى، انصدمت صدمه قويه بامانه يعني. ابو راشد اسكت عني، انت ايه ريحتك حلوه، ريحتك خايسه انت، والله ما بصارحك بصراحه. اخبرك بعد حاجه، راعي المحل قال لي بتداوم هناك لانك انت مثل الزهور فيرتاح العسل مع الزهور. والله مو باقي مصدق نفسك ابو راشد يعني، ارجوك خليني جاي العياده. خلي العياده، انا بوصلك مكان وبتتعالج 24 ساعه، من يومين في العياده وضارب ابره. روحنا موسى بتشوف كيف العلاج مع ابو راشد. ضرب من ذا العسل، ضرب صراحة واحدة بواحدة. أمس وديوني كوفي. أيوة. إنزين. نعم. وطلبنا أربعة كوفي. أيوة. سبانيش. أها. إنزين. متمو. سبانيش. سبانيشي. سبانيش لاتي. سبانيش لاتي. والدقيق الفاتورة 17 ريال. الواحد 4.5. وأنا متضايق وقاي أشكي همومي عندك. أنت بخي جيران، أدب ما فيكم. ما انا ما اعرف مكه، انت ادب ما فيك ولا طاحك الالوف فيك الادب، كنت ما تاخذ فنجان قهوه ضرب تريلات نص، لكن فلوسكم ما عارفين تخليوهن. ما اعرف شيء كنت. ايوه زين، فلوسكم ما عارفين حد تخليوه، انتم بطرانين فيكم نفس ضراطه. لو واحد فقير طالب منكم 100 بيت حقهم شاهي ما تعطوه. 17 ريال. 17 ريال حكوا بين كوبين قهوه 4.5. تعال هنا عند بحشر وشوف. قال لي ثانك يو بعد نوبه. ثانك يو، ثانك يو لانك اعطيته فلوس. لا خميس الحين مالك مو باغي، باستقرض عندك 10 ريال. تشير دور بعتك تشير ياتك ما تشبه ليش ومو اسمه ذاك مو اسمه؟ شبه ليش واسباني ومو ما اعرف شبه ليش ومو الله يصرفكم شرف الدولة كامل منكر. اقول لك 10 ريال عندك. ما 100 بيسة اعطيك ولا 100 بيسة. 10 ريال لاخر الشهر. شهر شهر شبه ليش ومو تصبر. زين خمسة خمسة. 5 ريال. ترمت عني؟ أقول عم خميس والله العظيم أنا ما شغلي سوالف. دهيوبي أمس. دهيوبي. ودهيوبي. علي. نعم. زين عزمني أنا، هو ما مال سبانش لاتيه. 17 ريال. عزمها هي البقرة. سبعة. طالب قرحان هنكذا، عزمها هي البقرة. فيه قول له.